والدولة العميقة والفساد الإداري موجود داخل النفوس. تمام. موجود. تمام. أنا بقترح نظرة كده حضرتك شاملة على المحافظة من شمالها لجنوبها لرؤساء المدن المجالات. والعنصر الرئيسي في مصر عنوان اسمه اللجان الشعبية. يعني ايه اللجان الشعبية؟ اللي هم الاحزاب. وطبعا اعضاء الاحزاب حسب ثقلها الجماهيري، لان هي احنا جايبينها ليه اللجان الشعبيه دي؟ جايبين اللجان الشعبيه دي عشان تمثل الجماهير، فاللي ممثل الجماهير بجد ان شاء الله هتبقى في مقدمه من غير تحيز لفلان او علان، واللي اقل لكن جميع الناس ممثله. كان قاعد معايا عايشين في قصه اللجان الشباب برضه اللي عملوا كده ويدونا نصايحهم ويشدونا بالحاجات دي وما ييأسوش.